معنا اتصال تليفوني من حد عنده 13 سنة عايز يكلمك. جمهوري الحبيب. جمهورك العزيز. ألو. ألو. حسن. ازيك يا حسن؟ أيوة أنا حسن. الحمد لله تمام. ازيك يا عمرو؟ أخبارك إيه يا حبيبي؟ الحمد لله تمام. أنت كام سنة؟ أنت 13 سنة؟ بحب حضرتك جدا يا حبيبي. ربنا يخليك ربنا يخليك. أنا متشكر وأنا مرسيل لتليفونك وإن أنت اتصلت بيا. والله ده يعني طايع ده ما بشوفش غيره والله حبيبي. ربنا يخليك. فهمه يا حسن ولا كان صعب؟ ايه؟ فهم المسلسل ولا كان صعب؟ اللغة الصعيدي، اللهجة الصعيدي. اللهجة الصعيدي مش سامع حضرتك كويس. اللهجة الصعيدي كنت فاهمها ولا كانت صعبة؟ لا يعني انا سهلة جدا بالنسبة لي، بعرف اتكلم بيها. يا راجل. والله. يعني انت بتتكلم بتتكلم صعيدي؟ طب كلمني صعيدي. كيفك يا استاذ عمرو؟ بحب حضرتك جدا. وانت كيفك يا حسن؟ وحشنا والله. والله يا بحب حضرتك جدا والله. متشكرين على تليفونك. ماشي. ميرسي يا حسون. ميرسي يا حسن. ميرسي جدا جدا جدا. ميرسي. سلام عليكم. وعليكم.